كلنا عارفين ان سطح الكرة الارضية معظمه بتغطيه المياه، وتحديدا 71% من سطح الكرة الارضية كلها مية، والنسبة بقى الصغيرة اللي باقية هي اليابسة اللي احنا كلنا عايشين عليها دي. ولكن ال 71% النسبة الكبيرة اللي موجودة على سطح الارض دي من المية بتتشكل في عدة اشكال، منها بقى المحيطات ومنها البحار ومنها الانهار ومنها البحيرات وغيرها من الاشكال الكتيرة اللي بنشوف عليها المية. والمحيطات طبعا بتشكل الجزء الاكبر من سطح المية اللي موجودة على الكرة الارضية. والمحيطات طبعا زي المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الاطلنطي او الاطلسي وغيرها من المحيطات. وفي الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن ليه المحيطات اتسمت بالاسماء دي، يعني ليه المحيط الهادي اسمه هادي والهندي اسمه هندي والاطلنطي او الاطلسي متسمي بالاسم ده. فانت لو مشوفتش الفيديو هيظهر لك هنا وهسيبهولك في اخر الفيديو ده وتحت في وصف الفيديو، لازم تتفرج عليه علشان تعرف ليه المحيطات اتسمت بالاسم ده. ولكن احنا النهارده جايين نتكلم عن البحار. البحار اللي موجوده كلنا عارفين ان في بحر احمر وفي بحر ابيض وفي بحر اسود وفي بحر اصفر، او ممكن تكون ما تعرفش اللي في بحر اصفر، بس في بحر اصفر. ده غير بقى البحر الميت وبحر العرب وبحر المانش وغيرها من البحار الكتيره اللي موجوده على سطح الكره الارضيه. ولكن لماذا سميت البحار بهذا الاسم؟ اكيد ورا كل اسم لكل بحر من دول وراه سبب معين. في الفيديو بقى النهارده هنجاوب على السؤال ده وهنعرف كل بحر من دول ليه اتسمى بالاسم بتاعه. فاهلا بيك في الرحله، انا محمد سعد. لاول مره تتابعني ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجديده. يلا بينا. في البداية خلينا نبدأ بأهم بحر وهو البحر الأحمر. البحر الأحمر اللي موجود عندنا في مصر واحد من أهم البحار على مستوى العالم وأهم المحميات الطبيعية في العالم كله. البحر الأحمر هو بوابة التجارة في العالم كله، لأن البحر الأحمر هو اللي واصل قناة السويس بالبحر الأبيض المتوسط، متحكم في مسار التجارة العالمية كلها عندنا في قناة السويس. وسمي بقى بالبحر الأحمر نظرا لوجود الشعب المرجانية اللي موجودة فيه، مجموعة من الشعب المرجانية النادرة اللي موجودة في البحر الأحمر اللي بتقدر تعكس ألوانها الحمراء في بعض المناطق على المية علشان يبان لون المية في بعض المناطق باللون الأحمر. وكمان كلنا عارفين ان البحر الأحمر هو الخط الفاصل ما بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية، وعلى الناحيتين سواء من عندنا من مصر او من الناحية التانية من السعودية في قمم جبلية ومجموعة كبيرة من الجبال الحمراء، واللي بقى بتتسمى بسلاسل جبال البحر الأحمر. فبسبب وجود سلاسل جبال البحر الأحمر على الحدود المصرية السعودية ذات اللون الأحمر اللي بتقدر تعكس ألوانها الحمراء على المية، علشان كده بيتسمى بالبحر الأحمر. وتاني بحر بقى وهو البحر الأبيض المتوسط اللي موجود عندنا هنا في مصر، واللي قديما كان يسمى ببحر الروم، واللي قديما كان مسار مهم جدا للمسافرين والتجار على مر العصور القديمة. والبحر الأبيض المتوسط كده فيه كلمتين، كلمة الأبيض وكلمة المتوسط. ليه بقى اتسمى بالأبيض وليه اتسمى بالمتوسط؟ أولا بسبب مساحة البحر الأبيض المتوسط الكبيرة جدا اللي كانت بتمتد لمسافات طويلة. كان البحارون بتمتد أنظارهم لمسافات طويلة جدا، فكانوا بيشوفوا ان المية النقية جدا دي كانت نقية كاللون الأبيض. بيزداد على كده كمان انعكاس السحب البيضاء اللي موجودة في السماء على البحر ده، فكان يبان ان لون المية أبيض، فلذلك سمي بالبحر الأبيض. وسمي بالمتوسط لأنه بيتوسط ثلاث قارات العالم. لو جينا بصينا على خريطة العالم هتبص تلاقي إن البحر الأبيض المتوسط موجود بين قارة أفريقيا وأوروبا وآسيا، لذلك فهو يتوسط الثلاث قارات. فعلشان هو بيقدر يعكس ألوان السحب البيضاء فبيبان على البحر إن هو لونه أبيض، وعلشان بيتوسط ثلاث قارات في العالم اللي هم أفريقيا وآسيا وأوروبا، لذلك سمي بالبحر الأبيض المتوسط. ثالث بحر بقى وهو البحر الاسود. وممكن تفتكر اتسمى بالبحر الاسود علشان لون الميه بتاعته لونها اسود، ولكن الحقيقه الموضوع مش كده خالص. لون البحر الاسود لون الميه بتاعته ميه عاديه شفافه بتعكس طبعا الوان السماء زي ما كنا قلنا قبل كده في الفيديو بتاع ليه البحار والمحيطات بيظهر لونها ازرق. وهل في بحار ومحيطات تانية لونها ممكن يكون غير الازرق؟ ايوه زي الصوره اللي ورايا دي كده. في، فانت لو ما شفتش الفيديو ده سيبه لك هنا وخش قلب على القناه هتلاقي الفيديو موجود، لازم تتفرج عليه عشان تعرف المعلومه دي. فالبحر الاسود لون الميه بتاعته لون عادي جدا بتبان باللون الازرق، ولكن لماذا سمي بالبحر الاسود؟ البحاره زمان سموا البحر الاسود بالاسم ده لان الابحار فيه كان خطير جدا بسبب وجود رياح عاتيه ومنخفضات جويه شديده تؤدي الى غرق السفن بداخل، بسبب طبعا كثره الضباب والسحب اللي كانت بتحجب الرؤيه فيه، فكان بيعم الظلام عليه طول الوقت وبيبان عليه ويطفو عليه اللون الاسود. وعلشان فيه منخفضات جويه كتيره ورياح عاتيه وامواج مرتفعه وكثرة
فتره الضباب اللي كان موجود في البحر ده كان بيحجب الرؤيه عن البحاره ان هم يقدروا يشوفوا المسافات، فكان دايما يبان لك البحر كده كانه لون اسود في ظلام موجود بسبب وجود الضباب والسحب اللي كانت منعه الرؤيه فيه، لدرجه ان متوسط مدى الرؤيه في البحر الاسود هي 5 أمتار فقط لا غير. يعني البحار اللي بيبقى ماشي في البحر الاسود ده مش شايف قدامه غير 5 متر بس، فلذلك سمي بالبحر الاسود. اما البحر رقم 4 بقى اللي بعد كده وهو البحر الاصفر، اكيد او بنسبه كبيره ممكن الناس ما تعرفوش، ممكن انت تكون اول مره تسمع ان في حاجه اسمها البحر الاصفر. كلنا عارفين البحر الاحمر والابيض والاسود والميت والكلام ده، اما البحر الاصفر هو فعلا البحر الاصفر موجود ما بين الصين وما بين كوريا، والبحر ده هو مصب لمياه نهر هوانج الصيني. في نهر في الصين هناك اسمه نهر هوانج، النهر ده الميه بتاعته بتصب في البحر الاصفر، ولكن بسبب ان النهر هوانج ده كل الميه اللي بتبقى ماشيه فيه بتبقى محمله بالرمال والطين اللي بيبقى طاغي عليه اللون الاصفر، فلما بيصب بقى في البحر الاصفر بيحول مياه البحر للون الاصفر، فعلشان كده اتسمى بالبحر الاصفر. البحر رقم 5 بقى معانا النهارده وهو بحر العرب. بحر العرب ده بقى اتسمى قبل كده مليون اسم، تعال اقول لك على شويه اسماء اتسمى بيها قبل كده. خد عندك يا سيدي، اتسمى قبل كده بالبحر الاخضر وبحر المحيط وبحر الهندوس وبحر مكران وبحر فارس وبحر ايران وخليج عمان، ولكن اخيرا الحمد لله استقروا على تسميته ببحر العرب، وده طبعا لان العرب سيطروا عليه لقرون عديده من الزمن واستغلوا البحر ده في التجاره وعمليات الصيد والابحار في البحر ده، فعلشان العرب كلهم سيطروا عليه لقرون طويله فتسمى اخيرا ببحر العرب. سادس بحر معانا وهو البحر الميت، والبحر الميت ده موجود في الاردن، وتسمى بالبحر الميت لان مفيش كائنات بحريه ينفع تعيش فيه، يعني مفيش اي كائنات بحريه موجوده في البحر الميت، وده بسبب شده ملوحه المياه بتاعته، وعلشان المياه بتاعته ملوحتها عاليه جدا فكثافه المياه فيها عاليه قوي، وانت صعب جدا او مستحيل على اي حد ان هو يغرق فيه. الموضوع كده شبه بحيرات الملح اللي موجوده عندنا في سيوه، الناس اللي راحت بحيرات الملح عندنا في سيوه بتبص تلاقي انك مهما حاولت تنزل لتحت ما بتقدرش بسبب شده ملوحه المياه اللي فيها بترفعك لفوق غصب عنك، فمستحيل اي حد يقدر يموت او يغرق في البحر الميت. وبسبب طبعا شده ملوحه المياه مفيش اي كائنات بحريه تقدر تعيش فيه، وسمي برضه بالبحر المالح وبحر الصحراء وبحيره لوط، ولكن استقرت التسميه في الاخر على البحر الميت. سابع بحر معانا بقى وهو بحر المانش. بحر المانش بقى كلنا عارفينه بقى عبد اللطيف ابو هيف اللي عبر المانش والكلام ده، ولكن بحر المانش هو الرابط الوحيد ما بين انجلترا وما بين فرنسا، او بمعنى اصح ما بين بريطانيا وما بين فرنسا. اه طبعا في فرق بين انجلترا وما بين بريطانيا، وبرده كنا عملنا فيديو قبل كده بنتكلم ايه الفرق بين انجلترا وبين بريطانيا وبين المملكه المتحده، لو انت ما شفتوش لازم تتفرج عليه، سيبه لك برده في وصف الفيديو هيظهر لك هنا او هنا بقى شوفه في الاخر. المهم ان بريطانيا دي كلها حته موجوده في غرب اوروبا، واوروبا كلها الناحيه دي، على طرف اوروبا من على الشمال كده في فرنسا. الرابط الوحيد بقى ما بين فرنسا واوروبا كلها وبريطانيا وهو بحر المانش او قناة المانش، وتسمى قبل كده بالقنال الانجليزي، واستخدم قبل كده في ابحار السفن الحربية الانجليزية، وعلشان هم عملوا نفق تحت البحر دوت بيربط ما بين فرنسا وما بين بريطانيا، النفق ده مسمى بنفق المانش، وكلمة مانش معناها الممرات، علشان كده هو الممر الوحيد ما بين فرنسا وما بين بريطانيا، علشان كده اتسمى ببحر المانش. نفق المانش ده يعتبر الطريق البري الوحيد اللي موجود اللي يقدر يربط ما بين اوروبا وما بين بريطانيا، ده لحد دلوقتي يعني. وبكده احنا نكون وضحنا اسماء معظم البحار المشهوره في العالم وسبب تسميتها ايه، ولكن في بحار تانية طبعا موجوده، والاهم من كل ده بقى انك زي ما عرفت اسماء البحار لازم تعرف اسماء المحيطات، فعشان كده هسيب لك الفيديو تحت دلوقتي واظهر لك على الشاشه النهايه دلوقتي، دوس على الفيديو واتفرج عليه، وهسيب لك برده تحت الفيديو باقي الفيديوهات التانية اللي احنا قلناها في شرح الفيديو، وبس كده. اتمنى تكون استفدت النهارده عن بسيطه قد كده، مش تعمل لايك وفولو وتشترك في القناه عشان تشوف فيديوهات اكتر، اشوفكم ان شاء الله في رحله جديده، سلام عليكم.